السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نزود مشاهدات الفيسبوك بكل سهولة عن طريق الموقع الجامد اللي قدام حضراتكم ده، اللي هسيب اللينك بتاعه في وصف الفيديو. موقع اكتر من رائع، انا مش بعمل اعلان ليه ولا حاجة، ولكن الموقع ده انا شغال عليه بقالي 3 سنين. ناس كتير كانت بتكلمني بيكونوا عايزين مشاهدات على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك ومنصات كتير جدا. يعني الموقع ده فيه جميع خدمات السوشيال ميديا، اي موقع او اي منصة انت شغال عليها عاوز تكبرها، عاوز تجيب لها مشاهدات، عاوز تجيب لها متابعين، تقدر تعمل الكلام ده بكل سهولة من خلال الموقع اللي قدام حضراتكم ده. ولكن يا ريت قبل ما نبدأ الشرح، يا ريت تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. واول لما تدوس على لينك الموقع هيفتح معاك بالشكل ده. اول حاجة هتدوس على ساين اب من هنا، وبعدين هتكتب هنا الايميل بتاعك او اليوزر نيم والباسورد، وبعدين هتقول له ساين ان. لازم تكون متذكر اليوزر نيم والباسورد بتوعك او تكتبهم في اي ورقة لانك هتحتاجهم تاني. اول حاجة هنعملها هنا هنيجي عند قسم الفئة، هندوس عليه. هنا جايب لنا خدمات السوشيال ميديا كلها، كل منصات السوشيال ميديا هتلاقيها موجودة في المكان ده، ولكن احنا بس عايزين مشاهدات الفيسبوك. فبدل ما نقعد ندور في كل دول، هنيجي هنا في السيرش وهنكتب مشاهدات فيسبوك. هنا بقى هيجيب لنا جميع خدمات الفيسبوك بالنسبة للمشاهدات، لان احنا هنا كاتبين مشاهدات. فهنا جاب لنا مشاهدات للفيديوهات الريلز اللي هي الفيديوهات القصيرة، وبرضو جميع الفيديوهات اللي موجودة. حتى برضو لو انت فاتح بث مباشر على الفيسبوك ومحتاج مشاهدات اثناء البث، تقدر تعملها برضو من خلال الموقع ده. دلوقتي احنا عايزين نشوف اسعار الالف مشاهدة. الموقع ده بيقدم اسعار رخيصة جدا جدا جدا. لو لاحظنا ان هنا مشاهدات فيسبوك مدة المشاهدة تصل الى دقيقة كاملة، وبعد 15 دقيقة بالظبط من بدء الطلب هيجي لك عدد مشاهدات كبير جدا هتلاحظه في صفحة الفيسبوك بتاعتك او الفيديو اللي انت هتحدده بنفسك اللي موجود على الصفحة. وهنا السعر بناء على الالف مشاهدة، يعني الالف مشاهدة ب18 سنت بس، يعني ده رقم قليل جدا. وفي باقات تانية بيقول لك مدة المشاهدة بتوصل لعشر دقايق، يعني لو اخترت باقة زي كده هتحقق شروط الصفحة بتاعتك في وقت قصير، لان المشاهدة بتطول معاك في الفيديو. فبالتالي هتيجي تحسب عدد الدقائق اللي جمعتها من خلال مثلا 1000 مشاهدة، هتلاقي نفسك جمعت 10,000 دقيقة بكل سهولة. ولكن دي بيكون سعرها اغلى شوية عشان خاطر المشاهدة الواحدة بتطول في الفيديو. ولكن لو انت مش فارق معاك مدة الفيديو، انت بس محتاج عدد مشاهدات كبير، فهتختار، انصحك انك تختار ارخص باقة فيهم اللي هي ب18 سنت دي. هندوس عليها بالشكل ده، وبعدين هنا في الوصلة ديت بتحط رابط الفيديو بتاعك اللي انت عاوز عليه المشاهدات، والكمية بتكتب الكمية اللي انت عايزها، وليكن مثلا 50,000 مشاهدة على فيديو فيسبوك ب$9 بس. والجميل في الموضوع ان $9 دول تقدر تدفعهم من اي فيزا، والاجمل كمان ان $9 دول بسعر البنك 31 جنيه، يعني مش هتدفع بسعر السوق السوداء 65 جنيه، لا، بأي فيزا، حتى لو فيزا ميزة كمان هتقدر تدفع من خلال الموقع ده، لأن الموقع ده مش أجنبي، الموقع ده مصري، وتقدر تدفع بيه بأي فيزا حتى لو فودافون كاش. طيب تمام. طيب ازاي بقى هنشحن في الموقع عشان خاطر نقدر ننفذ الطلب؟ فقدامك طريقتين، يا اما تربط الفيزا بتاعتك بالموقع على طول، او يا اما عن طريق فودافون كاش او اتصالات كاش. هنتعلم ازاي نعمل كده برضو دلوقتي مع بعض. اول حاجة هنيجي على القائمة اللي موجودة على الشمال دي، هنختار منها اضافة الاموال، وبعدين هنختار طريقة الدفع. من هنا هنختار فيزا او ماستر كارد او موبايل وولت، هندوس عليها، وبعد كده هنكتب المبلغ اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا عايزين نشحن ب$5 او ب$10. هندوس على اضافة الاموال من هنا، وبعدين هنا بيعرفنا ان هيتسحب مننا كام بالمصري. هيتسحب 320 جنيه بالمصري مقابل $10 يكونوا موجودين معاك في الموقع. بعد كده بتحدد البنك كارد اللي هي البطاقة البنكية، وبعد كده هتدوس على باي ناو. لو انت عاوز تعمل محفظة من فودافون كاش تقدر تعملها برضو من هنا، هتدوس على الخيار ده، وبعدين هتدوس على باي ناو. ولكن احنا هندفع بفيزا عادية خالص، اي فيزا موجودة معانا وفيها فلوس. هنعلم على بنك كارد، وبعدين هندوس على باي ناو. بعد كده بيجيب لنا هنا الصفحة اللي بنكتب فيها تفاصيل الفيزا بتاعتنا. بنكتب هنا رقم الفيزا، لو الفيزا ماستر كارد او فيزا او ميزا عادي هيقبل كل حاجة. هنكتب هنا رقم الفيزا بتاعتنا، وبعدين هنا الاسم اللي مكتوب على الفيزا، وبعدين هنا شهر الانتهاء وسنة الانتهاء، والسي في في ده الرقم اللي مكتوب في ظهر الفيزا اللي هو مكون من 3 ارقام. بعد كده
بندوس على كلمة بي ناو ومباشرة الرصيد هينضاف معانا في صفحتنا على الموقع. بعد كده نقدر ننفذ أي عملية، نزود بقى مشاهدات فيسبوك، نزود مشاهدات يوتيوب، نقدر نزود المشاهدات اللي احنا عايزينها. ولو أي حد عنده أي سؤال يقدر يكتبه في التعليقات وإن شاء الله هرد عليه في أقرب وقت ممكن. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة، وأشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.